لقد حان الوقت بالنسبة لنا لنبني علامة تجارية جديدة للشركة لتشمل كل ما نقوم به، لتعكس من نحن وما نأمل في بنائه. وأنا فخور بأن أعلن أن بدءاً من اليوم أصبحت شركتنا الآن ميتا. تظل مهمتنا كما هي حول جلب الأشخاص معاً. تطبيقاتنا وعلامتهم التجارية لا يتغيرن أيضاً، وما زلنا الشركة التي تصمم التكنولوجيا حول الأشخاص. هاي، مرحبا بكم في الاتصال. اليوم سنتحدث عن الميتافيرس، بدءا من أهم تجربتنا للتواصل مع الأشخاص. تخيل أن تضع نظاراتك أو سماعة رأسك وأنت على الفور في مساحة منزلك، فهي تحتوي على أجزاء من منزلك الفعلي تم إعادتها وإنشاؤها فعليا، فهي تحتوي على أشياء من الممكن أن تراها في الواقع بشكل لا يصدق. مرحبا، هل أنت قادم؟ نعم، يجب أن أجد شيئا ألبسه. حسنا، هذا أفضل. Hey, what's going on? Hey, Mark. Hi, Mahak. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey. Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. Wow. Oh, I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. الخصوصية والأمان يجب أن تبنى في الميتافيرس من اليوم الأول. عليك أن تقرر ماذا تريد أن تكون مع أشخاص آخرين عندما تريد منع شخص ما من الظهور في مساحتك، أو عندما تريد أخذ قسط من الراحة والانتقال الفوري إلى فقاعة خاصة لتكون بمفردك. ستكون قادرا على إحضار أشياء من العالم المادي إلى الميتافيرس، تقريبا أي نوع من الوسائط التي يمكن تمثيلها رقميا كالصور ومقاطع الفيديو الفنية والأفلام والموسيقى والكتب والألعاب والكثير من الأشياء المادية. اليوم مثل الشاشات ستكون مجرد صور ثلاثية الأبعاد في المستقبل، وستكون قادرا على أخذ أغراضك وعرضها في العالم المادي كصورة ثلاثية الأبعاد في الواقع المعزز أيضا. جزء واحد من هذا هو هورايزن هوم، الذي يمثل رؤيتنا المبكرة لمساحة منزلية في الأفق المتردد. أطلقنا هذا المشروع على منزل حتى الآن لأنه يفتقد شيئا مهما للغاية، الناس. قريبا سنقوم بتقديم نسخة اجتماعية للمنزل، حيث يمكنك دعوة أصدقائك لينضموا إليك كأفاتار. ستتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو معا والانتقال إلى التطبيقات معا. بعد ذلك هناك هورايزن ووردز، حيث يمكنك بناء عوالم والقفز إليها مع الأشخاص. تم تصميم هورايزن ووردز ليتمكن الجميع من الابتكار، ونرى بالفعل أشخاصا يبنون بعض التجارب الممتعة حقا من إنشاء ألعاب جديدة معا. أصبح الكثير منا يعملون من منازلهم بدل المكاتب، وبينما أفتقد لرؤية الأشخاص الذين أعمل معهم، أعتقد أن العمل من هنا سيكون أفضل. لننظر كيف سيكون العمل من الميتافيرس. تخيل أنك تمتلك هذا، ستقوم بإعداد عملك بشكل مثالي، ويمكنك فعلا أن تفعل أكثر من أعمالك العادية، وفوق كل ذلك يمكنك الاستمرار في ارتداء السراويل الرياضية المفضلة لديك. كما سمعنا ملاحظاتكم على نطاق أوسع،
نعمل على جعلها حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى البحث باستخدام حساب آخر من غير حساب فيسبوك الشخصي الخاص بك. وقد بدأنا في اختبار الدعم لحسابات العمل، وقريبا سنعمل على إجراء تحول أوسع هنا ضمن العام المقبل. أعلم أن هنالك مشكلة كبيرة لكثير من الأشخاص، لا يريد الجميع ربط ملف تعريفهم على وسائل التواصل الاجتماعي بكل هذه التجارب الأخرى، وحصل ذلك خاصة مع توسع الميتافيرس، وسأشارك المزيد حول ذلك لاحقا. وأنا متفائل بشأن العمل في الميتافيرس. الذي نعرفه من العامين الماضيين أن الكثير من الأشخاص يمكنهم العمل بفاعلية من أي مكان، ولكن الهجين سيكون أكثر تعقيدا عندما يكون بعض الأشخاص معا والبعض الآخر لا يزال بعيدا جدا. الآن منح الجميع الأدوات اللازمة للتواجد بغض النظر عن مكان وجودهم، سواء كانت صورة ثلاثية الأبعاد تجلس بجانبك في اجتماع مادي أو في مناقشة تجري في الميتافيرس والتي ستغير قواعد اللعبة. وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون إيجابيا جدا لمجتمعنا وللاقتصاد، وسيكون ذلك جيدا بالنسبة للبيئة كذلك. نحن نقدم منصة للتواجد التي هي مجموعة واسعة من الإدراك الآلي وقدرات الذكاء الاصطناعي، لكن الهدف النهائي هنا هو نظارات الواقع المعزز الحقيقية، وقد كنا نعمل على هذا أيضا. اليوم أريد أن أوضح لك تجربة كنا نعمل عليها لمشروع نازاري. هنا سترى أنك تدردش مع أصدقائك على الواتساب ليلا، يمكنك اختيار لعبة، وبعد ذلك يمكنك بسهولة وضع لعبتك على طاولة مطبخك، وتسمى هذه التقنية من الواقع المعزز إنلوك. هنالك الكثير من العمل الفني للحصول على تجربة صحيحة في النهاية. كان علينا أن نلائم شاشات العرض ثلاثية الأبعاد والراديو والكاميرات المخصصة وأجهزة الاستشعار ومكبرات الصوت لرسم خريطة العالم من حولك، والمزيد في النظارات التي يبلغ سمكها حوالي 5 ملليمترات، ونحن الآن نحرز تقدما. شكرا، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة.